مساء الخير مشاهدينا الكرام. عناوين النشرة الرئيسية: استعدادا للإحصاء العام للسكان والسكنة 2024، المندوبية السامية للتخطيط عبر المملكة تنظم حملات تحسيسية بالفضاءات العمومية للتعريف بأهمية الإحصاء وأدواره في تشجيع ديناميه الاقتصاد وتطوير المجتمع، والنموذج سنتابعه من إقليم القنيطرة. في ذروة الموسم الصيفي يزداد الطلب على استهلاك الماء ويزداد الضغط على الموارد المائية. أمام تحدية الإجهاد المائي يطرح السؤال: كيف يمكن ترشيد استعمال المياه في فصل الصيف؟ وأين تكمن الحاجة إلى سلوكيات مواطنة؟ أسئلة نجيب عنها بعد قليل. بإطلالتها على البحر الأبيض المتوسط المحطة السياحية لسعيدية بنيات تحتية ومؤهلات طبيعية وأنشطة فنية وفضاءات ترفيهية لاستقبال السياح والمصطافين وتنشيط الحركة السياحية خلال موسم الاصطياف. وجوهرة المتوسط الحسيمة على إيقاعة الأغنية المغربية مع فعاليات مهرجان الشواطئ، موعد للساكنة والزوار مع سمر فني صيفي حاشد بأنغام الموسيقى والطرب والفنون الشعبية في تمازج بين الغناء التراثي الأصيل والألحان الموسيقية المتجددة. أهلا بكم. سابع إحصاء عام للسكان والسكنة 2024 من المقرر تنظيمه في شتنبر المقبل، ولأول مرة سيجري هذا الإحصاء بطريقة رقمية مما سيتيح النجاعة والاقتصاد في الكلفة المالية. المندوبية السامية للتخطيط وفي إطار استعدادها لهذه العملية تنظم حملات تواصلية بالعالم القروي لتحسيس وتشجيع الأسر على المشاركة. نموذج نتابعه من سوق الحد جلور بالمنصور بإقليم القنيطرة في ريبورتاج كوثر أبو تير ومحمد أمين العمولي. حول أعضاء الحملة التواصلية للإحصاء مجتمعون وكلهم أذان صاغية يطرحون الأسئلة ويتلقون الجواب. فبعد قرابة الشهر سيقدمونهم الإجابات عن سلسلة من الأسئلة هدفها تحديد الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكل منطقة بالمغرب. قالوا لنا بالله إن شاء الله الإحصاء يكون في شهر 9، الأسئلة كاملة غادي نجاوبوا عليها إن شاء الله ملي غايجيو يسولونا، حيت هذا الشيء فيه خير لينا والبلاد. جاو عندنا لهذا السوق هذا اللي هو سوق ولاد جلول، واجب على هذه البادرة هذه. كنعرف اللي كنعرفوا على هذا الإحصاء منذ 10 سنوات، وغادي يوعدونا بشهر 9 غادي يجيو حتى لعندنا باش يكون واحد الإحصاء اللي هو واجب على أي مواطن. بالنسبة لي مزيانة، بالنسبة للإنسان كيوعيوا الناس بالنسبة لهذا الشيء، لهذا الإحصاء اللي جاي بالنسبة لهذه السنة إن شاء الله كلهم يشاركوا فيه باش يوعيوا الناس. هذه الحملة التواصلية هي واحدة من حملات عديدة تطلقها المندوبية السامية للتخطيط بهدف إذكاء الوعي بأهمية الإحصاء والتحفيز على المشاركة. حملة تواصلية لفائدة الساكنة القروية من أجل التحسيس بأهمية عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة لهذه السنة. الأهمية دياله من ناحية توفير مؤشرات ومعطيات من شأنها أنها توجه السياسات العمومية من أجل النفع للبلاد وللأسر، ومن هنا الدعوة يعني موجهة لمجموع الأسر للتجاوب الفعلي والفعال مع الباحث الإحصائي الذي سوف يطرق أبوابهم. 200,000 عامل وعاملة تم تكوينهم عن بعد استعدادا لعملية الإحصاء، 90,000 منهم أنهوا جميع مراحل التكوين ليباشروا عملية التكوين الحضوري. تحضيرات قاربت السنة والنصف رافقت انطلاق المرحلة العملياتية للإحصاء العام للسكان والسكنة 2024، تحضيرات جندت لها مختلف الطاقات المادية والبشرية والتكنولوجية لإنجاح الإحصاء وفق المعايير الدولية. لمناقشة أهمية عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة بالنسبة للاقتصاد وللمجتمع، يحضر معنا ضيفا في بلاتو الأخبار الرئيسية يوسف القراوي الفلالي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير. مرحبا بكم أستاذ. إذن بداية، كما تابعتم معنا حملات تواصلية توعوية للمندوبية السامية للتخطيط للتعريف بأهمية الإحصاء وتشجيع الأسر على المشاركة،
أين يكمن دور المواطن هنا في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني؟ نعم سيدتي، هو المواطن له دور مهم جدا في إنجاح العملية الإحصائية. هذه عملية يقوم بها المغرب على رأس كل 10 سنوات. إحنا إن شاء الله مقبلين على الإحصاء السابع، وهذا إحصاء مهم جدا، لأن المغرب عنده واحد التحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا متعلقة يعني بالاستمرار في بلورة المحاور الأساسية للنموذج التنموي، المغرب في أفق 2030، تنظيم المونديال، الأورش الكبرى اللي مقبل عليها المغرب. واليوم احنا محتاجين يعني التضافر الجهود ديال الأطراف المجتمع، وأن المواطن المغربي ينخرط بفعالية في الإحصاء. كيف؟ الانخراط بالفعالية أولا في الصدق في المعطيات التي يعني سيتم تقديمها للأشخاص طبيعة الحال اللي غادي يجي وغادي يوضعوا لهم أسئلة مهمة جدا، لأن إذا ما عندناش معلومات اجتماعية دقيقة على الفئات لهذا الشيء، عندنا الأفراد ديال الأسر، التركيبة المهنية ديال الأسر، يعني الأشخاص اللي كيشتغلوا، الشخص اللي في وضعية سبيطالة، ما غاديش تكون عندنا وضعية اجتماعية دقيقة اللي غادي تساعد يعني صناع القرار والمسؤولين باش يتخذوا يعني الإجراءات الملائمة وبالتالي بلورة السياسات الاقتصادية والاجتماعية كما يجب. كاين هذا الجانب أساسي جدا، وكاين جانب ثاني كيرتبط أيضا يعني المصداقيه ديال المعطيات. اليوم تنشوفوا مثلا لا على مستوى يعني التقارير الدوليه، لا على مستوى التقارير الوطنيه، ولا على مستوى حتى يعني ما يقع ايضا في البرلمان مع الحكومه، اذا هناك واحد التضارب ديال المعطيات، لان اليوم ما عندناش معطيات دقيقه محينه جدا على المجتمع المغربي، وهذه فرصه سانحه باش نضبطوا المعطيات ديالنا ونعرفوا يعني بالضبط الفئه اللي عندنا في البطاله، نعرفوا الفئات الهشه، نعرفوا يعني ما يعرف اللغه الانجليزيه النيس، نضبطوا ذاك 1.5 مليون شخص اليوم في واحد الوضعيه ما كيشتغلوا، ما كيعملوا، ما كيتابعوا اي تكوين، فرصه يعني مهمه ودقيقه في تاريخ المغرب باش نضبطوا المعطيات ديالنا الاحصائيه ونعرفوا يعني المجتمع ديالنا، التطور ديال الاسر، الوضعيه الاجتماعيه، اين مكامن الخلل في الهشاشه، مكامن الخلل في التكوين، يعني ما يؤدي الى البطاله والعطاله ديال الشباب لمده طويله جدا. نعم. بالنسبه لهذا الاستحقاق الوطني استاذ، اي دور يعني لهذا الاستحقاق هذا في مواكبه الاوراش التنمويه والمشاريع الكبيره يعني اللي ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا؟ نعم، هو اكيد ملي كيكون عندنا معطيات احصائيه دقيقه جدا، هذه كيمكننا باش نعيدوا النظر في واحد الاعداد ديال السياسات العموميه اللي كتكون عندنا. ايضا بالنسبه للاوراش الكبرى، ملي غادي نضبطوا مثلا المعطيات بالنسبه لواحد الجهه معينه، وغادي نعرفوا مثلا ان هناك واحد الفئه السوسيو مهنيه اللي فيها بطاله مرتفعه جدا، اكيد المشاريع الكبرى والاوراش الكبرى اللي غتكون في هذه الجهه هذه واللي كنبلورو، غادي يمكننا نوجهوها نحو هذه الفئات لهشا الاستقطاب ديالهم، وبالتالي باش يندمجوا في المجتمع. تحيين ديال المعطيات وتكون عندنا معطيات صافيه دقيقة جدا أساسية، لأن كل المشاريع الكبرى وكل الأوراش الكبار وكل السياسات العمومية غتعتمد على هذه المعطيات اللي غادي تخرج من الإحصاء الوطني. نعم. إذا بلادنا بقيادة جلالة الملك نصره الله ترفع سقف الطموحات عاليا، تتوجه إلى المستقبل يعني بتوجهات واضحة ورؤية بعيدة المدى. أين تكمن يعني كل هذه المعطيات والمؤشرات التي سيسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنة في تسريع وتيرة النمو وتطوير المجتمع؟ نعم، واكيد ملي كنشوفوا مثلا حتى المشاريع اليوم اللي كاينه على مستوى يعني الجهاز الحكومي وعلى مستوى المغرب، كنلقى واحد العدد ديال المشاريع اللي كتخص واحد الفئات الاجتماعيه، كاين مشاريع تخص يعني الاستقلال الاقتصادي للمراه، هناك مشاريع ايضا كتخص الشباب ديالهم واندماج في المجتمع، ومشاريع ايضا اللي جات من المخططات اللي انطلقات من التسريع الصناعي الى يعني الخطه الصناعيه الاولى اللي كانت الى مخطط التسريع الصناعي، وكنوضعوا دائما الشباب المغربي في صلب هذه المعادله، لا اللي كيديروا يعني برامج التكوين المهنيه ولا الاطر والمهندسين. هذه الفئات هذه ديال المجتمع كامله اليوم معنيه بدقه بهذا الاحصاء هذا، لان جميع المشاريع الاقتصاديه الكبرى اللي المغرب الان بغى يمشي فيها، يعني صناعه السيارات، صناعه اجزاء السيارات، صناعه ايضا المحركات ديال الطيران، الطاقات المتجدده، الرقمنه، الاقتصاد الرقمي بصفه عامه، القطاع الخدماتي، هذه كامله قطاعات اليوم محتاجين ناخذوا معطيات دقيقه على الاسر، على التكوينات ديال الافراد ديالها، على الوضعيه ديالهم. الناس اللي داروا تكوينات في المدارس العليا وفي المعاهد الخصوصيه ايضا، واش ولجوا الى سوق الشغل، شحال بقاو باش لقاو عمل، شنو هي المعيقات اللي كيواجهوا على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى التشغيل. تحيين المعطيات والحصول على معطيات دقيقة جدا، سيمكن يعني من إعادة بلورة واحد العدد ديال السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا لإعادة النظر في المشاريع اللي كاينة اليوم واللي جاية في هذه القطاعات الحيوية التنمية اللي هضرت عليها. هذه المعطيات هذه غادي تمكن باش أننا يعني نصلحوا الأشياء ونحاولوا أننا نضبطوا الإيقاع أكثر. نعم. رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير يوسف القراوي الفيلالي، شكرا لك على هذه التوضيحات، وشكرا على حضوركم معنا. شكرا سيدتي.
نواصل بجديد الحالة الجوية ببلادنا. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر بدرجة حرارة تتراوح ما بين 42 و46 إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من أقاليم المملكة، وذلك في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية. ومع ارتفاع درجات الحرارة يكثر استهلاك الماء، وبفعل الجفاف الذي يشهده المغرب والإجهاد المائي الذي يعاني منه أضحى من الضروري ترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية خاصة في فصل الصيف، وللمواطن دور كبير في الحفاظ على الماء. خديجة زروال وحياة فخري. ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية يزيد من تفاقم إشكالية الماء ببلادنا، فمع ارتفاع الحرارة تضيع كميات كبيرة بسبب تبخر المياه السطحية، كما يزيد الاستهلاك في هذه الأجواء الحارة على الماء بشكل كبير. وضعية تضع المواطن أمام مسؤولية الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استعمالها في ظل الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا، وتعزيز الوعي بأهمية هذه المادة الحيوية. المواطن ملزم أولا وقبل كل شيء أنه يراعي هذه النعمة، يقدر هذه النعمة، ويتعامل مع هذه النعمة بمستويات من الوعي في ترشيد العلاقة ديالو مع هذه النعمة، استهلاكها. أي إنسان خصو يكون حس بالقيمة ديال الماء وترشيد استعمال الماء خاصة في الصيف. نفكروا أيضا في المستقبل، في الأجيال الماجية، لأن ما حدنا كنزيدوا في الوقت مع لاساشخيص اللي كاينه والماء كينقص. أهمية الماء وضرورة ترشيده بشكل يجعلنا نحافظ على الثروة ونحافظ على أمننا المائي. على هذه الندرة الماد اللي باقي نحن ما كنحسوش بها، ما دمنا كنحلوا الروبيني وكنلقاو الماء تيبان لنا راه ما كاينش خصاص. دابا راه النقص الخطر تيدق علينا. المغرب وبفضل الاستراتيجية التي اعتمدها منذ سنوات ويعتمدها حاليا في مجال تنويع مصادر الماء، تمكن من ضمان السيادة المائية والأمن المائي للمواطنين. نتوفر على استراتيجية وطنية وعلى برنامج وطني تزويد بالماء الصالح للشرب والماء السقي، ورعاية مولوية سامية لضمان السيادة المائية والأمن المائي للمغاربة من خلال تنويع مصادرنا. فبالإضافة إلى سياسة إنشاء السدود ويعني وتشكيله من خزانات سطحية للمياه، طبعا لجأ المغرب في إطار تنزيل هذا المخطط إلى استغلال المياه الغير تقليدية، وأخص بالذكر تحلية مياه البحر وأيضا معالجة المياه العادمة. المملكة المغربية دشنت خريطة طريق جديدة فيما يتعلق بإدارة وتدبير مشكل المياه، وهذا كان كذلك بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، حيث أكد مرة أخرى صاحب الجلالة على أن من الرهانات الكبرى بالنسبة للمملكة المغربية والتي يجب على المؤسسة التشريعية كذلك أن تهتم بها، وهو موضوع الماء. جهود المغرب في مجال تنويع الموارد المائية ستساعد في التخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية وضمان توفر المياه في المستقبل. لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيفنا مباشرة من تطوان الدكتور زين العابدين الحسيني، أستاذ جامعي وباحث في التشريع البيئي والتنمية المستدامة. أهلا بك أستاذ. أول سؤال يطرحه المواطن في هذا الصدد، موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة، هل يفاقم النقص في الموارد المائية؟ بطبيعة الحال، لأنه كما يعلم الجميع فترات الجفاف المتعاقبة التي تشهدها بلادنا وتشهدها المنطقة من شأنها أن تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين أفرادا وجماعات، بحيث أن أول نتيجة هو أنه الطلب يزداد على الماء، وعندما يزداد الطلب بطبيعة الحال غالبا ما يكون هناك استنزاف وغالبا ما يكون إجهاز على المخزون. نحن نتحدث الآن عن مخزون وطني في حدود 30% من الحقيبة العامة للسدود، بالضبط 29.20، بينما في السنة الماضية كان 30.11، بمعنى
أن السنة الماضية التي كانت سنة يعني جافة كانت أفضل حالة مما نعيشه الآن. نعم. وعليه فالوضع بطبيعة الحال يتطلب المزيد من الاهتمام سواء من طرف الفاعل المؤسساتي، وهنا لابد أن نشير أن الحكومة تقوم بمجهودات جبارة تحت القيادة السامية لجلالة الملك في هذا الإطار منذ مدة، ولكن يبقى العبء أساسا على المعني بالأمر الأول والأخير وهو المواطن والمواطنة التي بطبيعة الحال هي المعنية أكثر من أي كان بهذا الموضوع، وهي أيضا التي بإمكانها أن تساعد في الحفاظ على المخزون أطول مدة ممكنة. أستاذ، في فصل الصيف يرتفع الطلب على استهلاك الماء باستعمالات شتى، كيف يتم تدبير إشكالية الإجهاد المائي خلال الموسم الصيفي؟ نحن أصبحنا الآن أمام مشكل عويص فيما يخص تدبير الإجهاد المائي ليس في الصيف فقط وإنما على امتداد السنة، لأنه على مستوى الأحواض التسع التي تشكل الأحواض المائية للمملكة، نحن عندنا فقط 3 أو 4 أحواض التي يعني تجاور 50% من الحقيبة، الباقي كلها وخصوصا 3 أحواض ضعيفة جدا دون 20%، وبالتالي هذا مشكل مطروح على طول. يزداد حدة مثلا كما تفضلتم في الصيف، وكما تزداد حدة أو ارتفاع الطلب هناك بعض الظواهر حقيقة التي تؤثر على هذا الموضوع ينبغي التنبيه إليها، وهو أنه في المصايف مناطق يعني الشاطئية إلى غير ذلك نحن نعيش منذ سنوات ظاهرة كراء المنازل المجهزة والتي يعني يأتي إليها المغاربة ولا يعني يتحمل جلهم بطبيعة الحال، هناك استثناءات ولكن يقع استنزاف للماء، لأنه بكل أسف نحن عندنا عادة وهو أن الذي يدفع الفاتورة يهتم أكثر بالماء والكهرباء أكثر من الذي لا يدفع. وأنا مثلاً هنا أستاذ يعني بخصوص دور المواطن، هنا يطرح دور المواطن في هذه الظرفية، كيف يمكن تعزيز الوعي العام حول أهمية ترشيد استهلاك الماء خاصة خلال فصل الصيف؟ بمثل هذه البرامج، بمثل هذه الأبواب التي تفتح في النشرات الإخبارية، أن تكون هناك حملة وطنية للتحسيس، حملة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في جميع وسائل الإعلام سواء الرسمية أو الخاصة، لأن هذه الطريقة الوحيدة لكي يعي المواطن سواء الذي يشتغل أو اللي في عطلة على أن المخزون المائي هو ينضب، وقريبا ستكون هناك وضعية أكثر يعني حرجا إذا لم يقم كل مواطن بمجهوده أولا في الحفاظ على موارد مائية ابتداء من البيت، وكذلك في التحسيس الوسط الذي يعيش فيه سواء رفاق العمل أو يعني المواطن بصفة عامة، لا بد له أن يشارك في هذه العملية تعزيز ما بديل، لأنه ما بديل شيء كبير جدا سواء على مستوى يعني تكرير أو معالجة مياه العادمة أو على مستوى تحلية ماء البحر التي يخوض فيها المغرب يعني حقيقة مجهودا ونضالا كبيرا جدا، لابد أن يدعمه المواطن وتدعمه المواطنة من خلال ممارستها اليومية في البيت وكذلك في عملها على جميع المستويات وفي كل المرافق. نعم. الدكتور زي العابدين الحسيني، أستاذ جامعي وباحث في التشريع البيئي والتنمية المستدامة، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات، كنتم معنا مباشرة من تطوان. ننتقل بكم الآن إلى المحطة السياحية السعيدية، الوجهة المفضلة لعدد من المصطافين، حركة ورواج سياحي تشهد هذه المحطة التي تستقبل زوارها ببرنامج غني ومشاريع جديدة تستجيب لتطلعات ورغبات السياح المغاربة والأجانب، وبرامج ترفيهية متنوعة تلبي احتياجات الكبار والصغار من الزوار. كوثر أبو تير ورشيد العتابي. السعيدية جوهرة البحر الأبيض المتوسط، 14 كيلومترا من حبات الرمل الناعمة ومياه البحر الفيروزية، لم يخنهم الاختيار حينما قرروا التوجه نحو الجوهرة الزرقاء
من داخل المغرب وخارجه قدموا أيام عطلهم للسعيدية لتضيف إليها سحرها الخاص. يلا بلاج زوين ونقي وكل عام كنجيو ليه ان شاء الله كنخليو اكادير كتكون الحراره وكيكون وكعارف بنادم كيبغي يبدل الاجواء كنجيبو العائله وكنجيبو الوليدات. دوزت الفاكونس هنا في المغرب في السعيديه لا مارينا داروها مشوره عدلوها مزيانه. السعيديه ناسها كرامه وناس طيبين والوجهه زوينه والبلاد ديالنا زينه الحمد لله. عموما تاع داك الشيء زوين بزاف الانيماسيون تبارك الله في المستوى. الفرح والبراءة لهما مكان هنا على طريقتهما الخاصة. يستكشف الأطفال السعيدية من لعبة للأخرى حتى ينال منهم التعب. جيت مجددا باش نستمتع في السعيدية وعجبني الحال اليوم وعجبوني بزاف الألعاب بحال ديال الكرة بحال ديال رمي الأسهم والطوبوغونات. السعيدية زوينة علاش داروا لنا النفس فاش ينفسوا الناس اللي قراب ليها والحمد لله الشاطئ زوين وكاع هاد اللي ساهرين على هاد الشيء هذا واش نقول لك مزيان. حاليا الحمد لله كاين رواج لنا بزاف لي زاكتيفيتي وجبت لنا مهرجانات. حاليا الحمد لله السعيدية عندها اقبال وعندها مواليها اللي كيجيو لها كل سنه. هي في الحقيقه السعيدية واحد المدينه ممتازه، الجو فيها رائع، الشاطئ نتاعها معروف على الصعيد الوطني والعالمي، مدينه نتاع الهدوء، مدينه نتاع الاستجمام، الزوار نتاعها ما شاء الله عليهم، الجاليه نتاعنا كتجي وكتزور مدينه السعيديه وكترتاح، مدينه نقيه بزاف. قصبه عجرود ليست مكانا اخر بل هي السعيديه ترتدي ثوب القرن التاسع عشر. الماضي والحاضر يتحدان ليقدما أجمل ما في السعيدية، جمال يستطيع ربع مليون سائح خلال صيف كل عام ملامسته في شاطئها ومنتجعاتها وفنادقها. المخيمات وجهة يفضلها العديد من المصطافين خلال فصل الصيف للاستمتاع بالشاطئ ورماله. مخيم سيدي وساي الذي يقع على بعد 65 كيلومترا جنوب مدينة أكادير يستقبل الزوار طيلة السنة ويوفر لهم خدمات الإيواء والترفيه. الربورتاج يعرفنا على هذا المخيم والخدمات التي يوفرها مع زكي بلقاس والمعتصم بالله البعزاوي. بعيدا عن رفاهية الإقامات والفنادق تنصب الخيام بمحاداة الشاطئ، خيام تأوي عائلات ومصطافين يمسون على هدير موج البحر ويصبحون على زرقة مياهه. فالاصطياف داخل الخيمة متعة يعشقها الكثيرون ويوفرها مخيم سيدي وساي. احنا البلية ديالنا هي القيطون ولكن لقينا هاد المنطقة هادي دوك المواصفات عشان نقلبوا لقيناهم هنا الهدوء والراحة. هدوء تبحث عنه العائلات رفقة الأطفال الذين يجدون في المسبح فضاء للعب والسباحة في ظروف آمنة تضمن لهم السلامة. أما كان في المستوى كيوفر ظروف الراحة، كاين لابيسين بالنسبة للأطفال، كاين البحر توا كذلك قريب، وصراحة هذا المكان هذا كنصح به جميع الناس. تجهيزات مخيم سيدي وساي عديدة وللزبون واسع الاختيار في تحديد مكان إقامته، تجهيزات توفر راحة للمصطافين ولوازم التخييم. الناس كيجيو عندنا هنايا كان عندنا لي كابانو، كان لي موبيل هوم، كاين لي طونت كيجيبوا لي الطونت ديالهم، كنوفروا لهم الماء والضوء والمرافق الصحيه وكيحطوا لي الطونت ديالهم بالثمن المناسب وكيدوزوا العطله ديالهم بخير وعلى خير. قرب مخيم سيدي وساي من الشاطئ يتيح للمصطافين قضاء لحظات جميله عند غروب الشمس او طلوعها
والاستمتاع بطبيعة البحر الهادئة. وخلال فصل الصيف وللعام الثاني على التوالي خط جوي بين الصويرة وجزر الكناري يستأنف رحلاته الجوية المباشرة ليتعزز الربط الجوي بين هاتين الوجهتين. فردوس الحرش وعبد غني الطهراوي. رحلات جوية مباشرة بين مطار صويرة موغادورا الدولي ومطار جزر الكناري تعزز الربط بين الوجهتين خلال فصل الصيف للعام الثاني على التوالي. ستكون هذه الرحلات متوفرة كل يوم سبت إلى غاية منتصف شهر شتنبر المقبل لتساهم بذلك في زيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 22% مقارنة بالسنة الماضية. سعداء بعدة فتح هذا الخط الجوي اللي كربط مدينة الصويرة بلاس بالماس من طرف شركة طيران بينتر كانارياس. هذا الربط كيعزز العرض الجوي للمطار اللي أصبح كيعرف واحد الدينامية جد مرتفعة خلال السنوات الأخيرة من حيث نمو حركة النقل الجوي وعدد المسافرين. تتيح الرحلة بين الصويرة وجزر الكناري خلال هذا الموسم 22% من المقاعد الإضافية مقارنة بالموسم المنصرم. يصل عدد المقاعد المتاحة إلى 1573 مقعد. أخويا رحلة مزيانة، الوقت مزيان، وصراحة البورتو ديال الصويرة مزيان، وفي نفس الوقت مناسب ليا، أنا قريب ليا السيد المختار، يعني كنقول الناس بزاف 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 يختاروا هذا الاتجاه ديال مدينة الصويرة. استفدت من هذا السفر، يعني أنا اخترت ذلك يعني لأن هذا السفر الجديد من جزر الكناري إلى هنا يعني هو سفر قصير، ويعني أعتقد أنها هي فرصة طيبة لكل الناس من بلادي من جزر الكناري لكي نكتشف هذه المدينة وهذه المنطقة الرائعة والجميلة. مطار صويرة موغادورا الدولي يرتبط حاليا بثمان وجهات دولية إضافة إلى الخطوط الجوية الداخلية، إذ يعتبر من بين أهم مطارات المملكة ورافعة للتنمية الاقتصادية والسياحية لمدينة صويرة ولجهة مراكش آسفي، حيث يساهم في تعزيز جاذبية الجهة على المستويين الوطني والدولي. في الخبر الدولي، وفي اليوم 289 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أوقع القصف الإسرائيلي ما لا يقل عن 64 قتيلا خلال 24 ساعة الماضية، وتواصلت المعارك الضارية في رفح جنوب القطاع بين الجيش الإسرائيلي وحماس في الوقت الذي حذر فيه صندوق الأمم المتحدة للسكان من خطر المجاعة وسوء التغذية وسط النازحين في قطاع غزة، مع تزايد الوفيات في صفوف الرضع والأطفال حديثي الولادة. وغدا تتبني الحوثيين هجوما بمسيرة مفخخة أوقع قتيلا في تل أبيب. تعرض ميناء مدينة الحديدة اليمنية سلسلة غارات جوية إسرائيلية تسببت في مقتل 6 أشخاص وفي اندلاع حريق مهول بالميناء الذي يعتبر نقطة دخول رئيسية للوقود والمساعدات الإنسانية إلى اليمن. في إعلان مفاجئ، الرئيس الأمريكي جو بايدن يقرر انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024 قبل أقل من 4 أشهر على الانتخابات وبعد أسابيع على الشكوك التي أحاطت بوضعه الصحي. الرئيس بايدن مرشح الحزب الديمقراطي أكد أن مصلحة الحزب تقتضي انسحابه. زكية بلقاس. الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يترشح لفترة رئاسية جديدة. بايدن وفي بيان له نشره اليوم أوضح أن قراره جاء بعد تقييم للوضع مع المسؤولين في إدارته، وأعرب عن فخره بالإنجازات التي حققها خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن قرار انسحابه من الترشح باسم الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية يخدم حزبه وبلده، وأنه سيتفرغ لأداء مهامه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية للفترة المتبقية من ولايته، مضيفا أنه يقدم كامل دعمه وتأييده لكامالا هاريس لتكون مرشحة للحزب الديمقراطي.
قرار انسحب الرئيس جو بايدن من الترشح للانتخابات الرئاسية أشاد به زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الذي اعتبره قرارا صعبا واصفا الرئيس جو بايدن بالرجل الوطني والعظيم. وفي تعليقه على هذا الانسحاب أعلن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب أن جو بايدن لم يكن مؤهلا لهذا الترشيح. وواجه الرئيس جو بايدن في الفترة الأخيرة دعوات متزايدة بالانسحاب من السباق الرئاسي، خاصة بعد مناظرته أمام ترامب الشهر الماضي. وبهذا القرار يكون الرئيس جو بايدن أول رئيس أمريكي ينسحب من السباق الانتخابي. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا اللحظة مباشرة من شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية نادر الغول الباحث في الشأن الأمريكي. مرحبا بك. بداية، لماذا برر الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي لولاية ثانية؟ مساء الخير عزيزتي لك ولشعبنا وأهلنا في المغرب. أنا الرئيس برر خروجنا من الانتخابات بإطار أنه يعني لمصلحة البلد ومصلحة الحزب الديمقراطي، وبالتالي القدرة على منافسة الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر القادم. وبالتالي هناك يعني مع أنه تأخر كثيرا هذا الانسحاب، كان المفروض من الرئيس بايدن أن ينسحب قبل هذا الموعد، ولكن يعني أعتقد أنه بايدن فضل مصلحة الحزب الديمقراطي ومصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي قراره بالانسحاب هو كان يعني كما قال في خطابه وفي رسالته أنه لمصلحة أمريكا. نعم. في تدوينة لاحقة عبر منصة إكس، عبر جو بايدن عن دعمه لخوض نائبة الرئيس كامالا هاريس للمنافسة في مواجهة منافسه دونالد ترامب. كيف سيكمل الديمقراطيون ما تبقى من أيام الحملة الانتخابية؟ يعني هو دعم كامالا هاريس نائبة الرئيس، وهو يعني بين مزدوجين، هو الاختيار المنطقي الواقعي في خيارات الرئيس جو بايدن، ولكن مؤتمر الحزب الديمقراطي المفروض كان هناك مؤتمرين بالمناسبة، هناك مؤتمر افتراضي كان مقررا له أن ينعقد الأسبوع القادم أو أول أسبوع في شهر أغسطس قبل انعقاد المؤتمر في مدينة شيكاغو حيث أكتون في نهاية شهر أغسطس القادم. وبالتالي أفترض أن المؤتمر سيكون سيد نفسه. نعم، كاميلا هاريس لديها أفضلية كونها نائبة الرئيس ولديها حظوظ يعني، وحتى بالضمن معنى الدعم المالي الحملة التي يعني حملة جو بايدن وهاريس هي حملة مشتركة، وبالتالي لديهم الكثير من الأموال التي يستطيعون استثمارها في هذه الحملة. ولكن أعتقد أن الحزب سوف يذهب في كما يقال مؤتمر تنافسي مفتوح، كل من يريد أن يترشح لموقع الرئاسة وأن يكون مرشح الحزب الديمقراطي سيقدم أوراق اعتماد للحزب، وعلى الحزب أن يقرر من هو المرشح الديمقراطي القادم. نعم. كيف تبدو حدود الرئيس السابق دونالد ترامب على ضوء هذا المستجد، خاصة وأن استطلاعات رأي عديدة تظهر تقدما كبيرا للمرشح الجمهوري الذي نجا من محاولة اغتيال في تجمع الحاشد في بنسلفانيا؟ بالتأكيد بعد محاولة الاغتيال دونالد ترامب أصبح لديه زخم انتخابي أكثر، ولكن مع انسحاب بايدن سيكون هناك آليات ويعني ديناميكيات جديدة للتنافس في السباق الرئاسي بالولايات المتحدة الأمريكية. أفترض أنه وجود دونالد ترامب في السباق الرئاسي لوحده هو عامل تحفيزي، يعني بمعنى أنه من كان يريد عدم المشاركة أو معترض على وجود جو بايدن مرشح للحزب الديمقراطي الآن ذهب هذا المبرر، وبالتالي هو ربما يذهب ويشارك في الانتخابات، وبالتالي يكون أيضا مرة أخرى وجود دونالد ترامب في الانتخابات هو عامل تحفيزي وجلب الناخب الديمقراطي والذهاب للتصويت. يعني كل المنافسة بالمحصلة تدور حول 6 أو 7 ولايات متأرجحة هي التي ستحسم السباق الرئاسي، وهي بعض الولايات التي تسمى بالحزام الصدئ في الوسط الأمريكي. نادر الغول الباحث في الشأن الأمريكي، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. كنت معنا مباشرة من شيكاغو. في الصين تسببت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على أسبوع ونجمت عنها سيول مفاجئة، تسببت في مصرع 20 شخصا وفقدان عشرات آخرين، كما نجمت عن هذه الوضعية انهيارات أرضية ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وإجبار السكان على إخلاء منازلهم.
في الصفحة الرياضية، نهائيات مسابقة كأس العرش للدراجة الجبلية جرت اليوم في مدار مغلق عبر بحيرة بوذروة في مدينة وزان، وعرفت مشاركة أبرز الأبطال مثل مختلف الأندية والجمعيات في المسابقات الثلاث التي عرفتها النهائيات. ربورتاج خالد شخمان وعبد علي قنوني. عبر التضاريس الجبلية المحيطة ببحيرة بودر وضواحي مدينة وزان جرت منافسات كأس العرش للدراجة الجبلية، وفيها تنافس أزيد من 100 متسابق مثل 25 ناديا. الدراجة الجبلية تبغي شوية الخدمة زعما بالعقل، وتكون عندك قوة بدنية حقاش، هي تطلب واحد المجهود كثير. أما الأخرى ماشي بزاف، ولكن مزيانة هي. اليوم جينا باش نشاركوا في كأس العرش اللي هو كيكون من أكبر سباقات اللي تيدوزوا في المغرب، واليوم كاينين أبطال اللي هما عندهم مستقبل في الدراجة. أنا جيت من أكادير باش نشارك في هذا السباق، صراحة شوية يكون شوية هذا التراجي شوية صعيب. هذه الرياضة الجبلية هي واحد الرياضة ديال الدراجات اللي أولا تتبين التراث نتاعنا والغنى والثروة بالمملكة، ولذلك احنا نضمناها في الإقليم دوزان اللي تيزخر الحمد لله بواحد الطبيعة خلابة رائدة. نعم كاين واحد المجهود. المسابقة التي نظمها الاتحاد الرياضي الوزاني بتعاون مع عصبة طنجة تطوان الحسيمة بإشراف من الجامعة الملكية المغربية للدراجات عرف ثلاث سباقات. الأول خصص للإناث، بينما في فئة الذكور جرت مسابقتين، الأولى في فئات الصغار والفتيان والشبان، بينما تنافست فئات الأمل والنخبة والكبار في السباق الثاني. تقريبا أكثر من 25 نادي اللي حجت اليوم هاد المدينة، كلهم جاوا باش يحاولوا يفوزوا بكأس العرش، وكلهم جاوا من أجل الاحتفال معنا بهذه المناسبة الغالية علينا. وكانت مشاركة جيدة من العديد من السباقين اللي شرفونا من جميع أنحاء الوطن، وبروز أبطال صراحة رائعين. وكما كتشوفوا أن لو باركور اللي كان في بحيرة بودروة عطى واحد الجمالية جميلة للرياضة الجبلية ورياضة الدراجات. مسابقة كأس العرش التي جرت في مدار مغلق عرفت ندية واضحة وصعوبة بالغة بوجود تضاريس مختلفة بين الصعود والنزول وتوالي المنحدرات، ليؤول السباق في الأخير الأفضل استعدادا والأكثر تمرسا. 5 أيام فقط تفصلنا عن انطلاق أكبر حدث رياضي عالمي، أولمبياد باريس 2024، ومعه تواصل الشعلة الأولمبية رحلتها عبر ضواحي العاصمة الفرنسية. والشعلة الأولمبية هي من المراسيم الرئيسية في الألعاب الأولمبية، ترمز إلى انتقال مبادئ وقيم الأولمبياد من اليونانيين القدامى إلى العالم الحديث. قائمة بالعشي. أسبوع كامل والشعلة الأولمبية تواصل رحلتها عبر ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، مسار استثنائي يلقي الضوء على الأماكن التاريخية والثقافية والشعبية والرمزية لاكتشاف العاصمة باريس. الشعلة الأولمبية هي أحد الرموز والطقوس في الألعاب الأولمبية، والتي أصبحت تجسد فكرة انتقال الألعاب منذ انطلاقتها قديما في عهد الإغريق واستمراريتها مع الأجيال الحديثة. الشعلة الأولمبية تمثل القيم الإيجابية مثل السلام والصداقة، واليوم بينما يهتز العالم بسبب العديد من الأزمات والتوترات السياسية، ترمز الشعلة إلى الأمل والوحدة، وهو النداء الذي وجهه رئيس اللجنة الأولمبية الألماني توماس باخ. تم إيقاد الشعلة الأولمبية في الألعاب الأولمبية لأول مرة في دورة أمستردام 1928، ثم تم إدراج ولأول مرة فكرة تتابع في دورة برلين في سنة 1936. هذه الشعلة الأولمبية التي نسعد ونستمتع بمشاهدتها ومتابعتها يتطلب صنع حوالي 2000 شعلة، حوالي 6 أطنان من الفولاذ، بعد صهر 4 سيارات و50 غسالة ملابس خردة.
تم تشكيلها على شكل ألواح بمصنع نورماندية تابع لشركة الترفيديات، وهناك يتم تشكيلها. النتيجة هي شعلة رفيعة المظهر ذات لمسة متموجة تمثل البحر الأبيض المتوسط والمحيطات، تواصل رحلتها عبر ضواحي العاصمة الفرنسية باريس في ظل تعزيزات أمنية مشددة في انتظار افتتاح أكبر حدث رياضي عالمي أولمبياد باريس 2024. بزوريخ توج الإيطالي ماتيو بريتيني المصنف 82 عالميا بلقبه الثاني لهذا الموسم والتاسع في مسيرته، وذلك بفوزه على الفرنسي كينتاهاليس في نهائي دورة غاشتاد السويسرية لكرة المضرب. سعيد أنيس. الإيطالي ماتيو بيرتيني المصنف الثاني والثمانين عالمياً يعود بقوة إلى القمة، تأكيد جاء عقب فوزه بدور غاشتاد بزوريخ على الفرنسي كونتان أليز. بيرتيني بعد فوزه بلقب الجائزة الكبرى الحسن الثاني مراق شهر أبريل بصم على حضور جيد بعد دخوله نادي الخمسين. من جهته هاليز دي 27 ربيعا والقادم من الإقصائيات عن الأمرين أمام الإيطالي في الجولة الأولى، واستسلم في ظرف 59 دقيقة بواقع 6-3. هاليز كانت له فرصة 3 كرات تكسير في الشوط الخامس، لكن الإيطالي ماتيو استخدم سلاح الإيصال القوي ويختم الجولة الثانية بواقع 6-1 ويفوز بدور غاشتاد، وهي المرة الثانية بعد دورة 18 و2000. الإيطالي يضيف اللقب التاسع في مسيرته الرياضية ضمن بطولات رابطة التنس للمحترفين. الإعلامي مصطفى العلوي يعتلي منصة التكريم بالمكتبة الوسائطية التابعة لمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، تكريم بمثابة اعتراف بكل ما قدمه مصطفى العلوي للساحة الإعلامية المغربية طيلة 5 عقود. كوثر أبو تير، سارة كتير، وسفيان إبراهيمي. ما ينطلق من القلب يصل إلى قلوب الناس، هكذا لخص مصطفى العلوي مسيرة نصف قرن من العمل الصحفي. وهو يعتلي منصة التكريم اليوم يتذكر البدايات، التحديات والمسرات، كل ما تمخضت عنه تجربته المهنية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. أنا مقل فيما يتعلق بهذه اللقاءات مثل هذه اللقاءات، ولكنني ألححت على المجيء. علاش؟ لأن عندي جوج مناسبتين. أولا هذا الصرح هذا اللي نحن ننظم فيه هذا التكريم، وهو صرح مسجد الحسن الثاني، وما أدراك ما الحسن الثاني، عاش عظيما ومات عظيما. مناسبة ثانية هي مناسبة الذكرى ديال تربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على عرش أسلافه المنعمين، وكان لي شرف أنني نختم المسار ديالي الطويل في ميادين مختلفة، نختم بتغطية أنشطة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. صوت وصورة طبعت الذاكرة السمعية البصرية للمغاربة، كمن يتنقل بين الطبقات الموسيقية تنقل بصوته بين الأحرف والكلمات بانسجام تام، بالدارجة المغربية أو باللغة العربية، كان قلمه حادا وبليغا ناعما وقويا. نحن نكرم اليوم رجلا تميز على مستويات متعددة، أولا تميز بوفائه لمؤسسته، لأنه منذ أن عرفناه اشتغل في الإذاعة والتلفزة وقدم خدمات جيدة للإعلام الوطني، ومعروف أن مصطفى العلوي طيلة السنوات منذ أن اشتغل في سنوات السبعينيات في الإذاعة والتلفزة المغربية عمل دائما وباستمرار على المساهمة في النهوض بقطاع الإعلام في المغرب، فاعل أساسي في الحقل الإعلامي في وقت كان المغرب
يحتاج إلى المخلصين في هذا الجانب. إذن مجموعة من المبادرات بصوته وإبداعاته دائما خدم بلاده، خدم المسار الديمقراطي الذي كان آنذاك في بدايته، وكان مخلصا كذلك للقضايا الوطنية في مواجهة مختلف التحديات على المستوى الداخلي وعلى المستوى الحدودي. لم يكن مصطفى العلوي ليتوقف دون بلوغ المجد. بين تقديم النشرات الإخبارية والبرامج الحوارية لمع اسمه وتردد صداه داخل كل بيت مغربي. أدى الرسالة كما يجب. منذ أن كان شابا يافعا لا يتجاوز 20 عاما سخر طموحه للإدلاء بالحق. مصطفى العلوي نجم سيشع دائما في سماء الإعلام المغربي. أسدل الستار مساء أمس بساحة الأمم المتحدة قلب العاصمة الاقتصادية النابض بالحياة على مهرجان ويكازابلانكا 2024 الذي استقبل جمهورا متحمسا حج للاستمتاع بأمسية موسيقية كانت نجمتها الأغنية الشعبية المغربية. بوشعيب عماري، سهام بوخليفي وسفيان إبراهيمي. بساحة الأمم المتحدة قلب العاصمة الاقتصادية النابض بالحياة، الجمهور البيضاوي كان في الموعد للاستمتاع بفقرات موسيقية متنوعة، حيث الأغنية الشعبية المغربية كانت حاضرة بقوة. كيف تعرفوا فالبيضاوي بطبعه تيبغي بزاف ديال الانواع الموسيقى، فحاولنا باش نكونوا يعني على يعني بداك المستوى اللي تينتظروا منا، وهذا اللي تيصعب شويه المسؤوليه ديالنا والعمل ديالنا، حيت نبغيو نرضيو جميع الاذواق. داكشي علاش يعني حتى في البرمجه بزاف 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 ديال الاذواق الفنيه اللي مجتمعه في مدينه الدار البيضاء. الدوره الخامسه للمهرجان تميزت هذه السنه بحضور المع الفنانين في الساحه الفنيه، خصوصا في فن العيطة والموسيقى الشعبية، سهرات تفاعل معها الجمهور الحاضر بشكل كبير. كنبغي نحبب الجمهور ديالي في العيطة الحسباوية، وان شاء الله راني خدامة تاع العيطة المرساوية. كيف ما كتعرفوا بان الشيخات طباعات اللي تيغنيو العيطة راهم ما بقاوش يعني في حافة الانقراض، انا الوحيدة اللي في المغرب تنغني العيطة الحسباوية، وكنتمنى ان شاء الله نغني المرساوي والزعري، وغادي نمشي في كاع الانماط ان شاء الله. كنبغي نحافظ على هذا الموروث الثقافي وان شاء الله نكونوا خير خلف. الأمسية الختامية للمهرجان شكلت مناسبة للاحتفاء بثراء التراث الثقافي ببلادنا، فرصة لتسليط الضوء على التراث المغربي الأصيل والمتنوع. ومهرجان الشواطئ اتصالات المغرب يفتح منصته بمدينة الحسيمة بسهرة حاشدة أحياها فنانون مغاربة قدموا باقة من الأغاني القديمة والجديدة تفاعل معها الجمهور. تظاهرة تتضمن برمجة متنوعة تستجيب لمختلف الأذواق. وفاء اليعقوبي ووسيم أم سعود. الفنان المغربي طالبيوان مع فرقة الرقادة يفتتح أولى سهرة مهرجان اتصالات المغرب بكورنيش الحسيمة، ويقدم كشكولا من أشهر أغانيه المتميزة. الليله كانت سهره ممتعه كما العاده، الجمهور غفير الحمد لله، ورغم انه كان الافتتاح فالجمهور تبارك الله كان موجود بكثره، فالرقاده دارت المكانه ديالها في هذه الليله عاوتاني كما العاده. فانا جيت سعيد بالجمهور اللي جا للحسيمة من كل مدن المملكه المغربيه. جمهور غفير حج إلى شواطئ الحسيمة للاستمتاع برقصات الرقادة التي تخضع لوتيرة منتظمة. رقصات تفاعل معها الجمهور الحاضر من عشاق رقصة الرقادة والراي. Hey,
شفنا الحال داكشي واعر صراحه. حسيمه الاجواء ديالها رائعه خصوصا مع مهرجان اتصالات والاجواء بالليل غزاله، الوليدات عجبهم الحال، البحر زوين. منذ سنة 2002 مهرجان اتصالات المغرب يستقبل سنويا أكثر من 200 من أشهر الفنانين والفنانات وينظم أزيد من 100 حفل موسيقي بشواطئ المملكة. نذكر ختاما بالعناوين. استعدادا للإحصاء العام للسكان والسكنة 2024 المندوبية السامية للتخطيط عبر المملكة تنظم حملات تحسيسية بالفضاءات العمومية للتعريف بأهمية الإحصاء وأدواره في تشجيع دينامية الاقتصاد وتطوير المجتمع كما تابعنا من إقليم القنيطرة. في ذروة الموسم الصيفي يزداد الطلب على استهلاك الماء ويزداد الضغط على الموارد المائية. أمام تحديات الإجهاد المائي يطرح السؤال كيف يمكن ترشيد استعمال المياه في فصل الصيف وأين تكمن الحاجة إلى سلوكيات مواطنة؟ أسئلة أجبنا عنها ضمن هذه النشرة. بإطلالتها على البحر الأبيض المتوسط المحطة السياحية للسعيدية بنية تحتية ومؤهلة طبيعية وأنشطة فنية وفضاءات ترفيهية لاستقبال السياح والمصطافين وتنشيط الحركة السياحية خلال موسم الاصطياف. وجوهرة المتوسط الحسيمة على إيقاعات الأغنية المغربية مع فعالية مهرجان الشواطئ، موعد الساكنة والزوار مع سمر فني صيفي حاشد بأنغام الموسيقى والطرب والفنون الشعبية في تمازج بين الغناء التراثي الأصيل والألحان الموسيقية المتجددة. نشكركم على المتابعة، إلى الغد إن شاء الله.